بالترتيب القانوني للأدوار المحاكمة، أول من يبدأ المدعي العام وينتهي الدفاع، فحتى ما يفوت حتى يفوت علينا فرصة النقاش كان يسأل السؤال اللي احنا بدنا إياه، فالجواب كل الشاهد شو؟ لأنه شاهد إثبات وكون قاعد معاه المدعي العام. الوضع كيف كان أستاذ جلال؟ أنه شهود النيابة أو شهود الإثبات كان يتم الالتقاء فيهم خارج المحكمة، بدليل أنه كان الشاهد يعطيك نسخا إفادته المعروضة أمام المحكمة لأنه معاه نسخة منها. فأنت تتفاجأ أنه المدعي العام بيسأل الشاهد مثلا بالنقطة الفلانية بيجاوبه هيك هيك، طب هذا السؤال إلنا. فاكتشفنا أنه بيل وايلي هذا المستشار هو من ينقل هذه المعلومات، هو بالتأكيد لأنه ما ناس بعرف ما كان يلتقي فينا من خارج إطار المحكمة إلا هو، إلا هو ويوميا يجي عنا يوميا للمساء بس ما ينام معنا، يحمل حاله ويروح. فاجتمعنا مرة بالرئيس في مكان اللي كنا نلتقي بشكل مباشر، فقلنا له سيدنا هيك هيك الوضع، ونقول هذا الشخص هو من ينقل أخبارك لهيئة الادعاء العام. استنتج هلأ استنتج مع التأكيد بالمناسبة، وهسه بعطيك حالة كمان. لما الأستاذ جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قدم مطالعة، الرئيس قال له هذا مش كتابتك، هذه كتابة المستشار الكندي أملاها عليك، وأنا على يقين كامل بأنه من أملاها عليك هو المستشار الكندي، لأنه أتحداك هتلا تكتب مثلها هلأ وإحنا قاعدين هيك. بقول له الرئيس لا جعفر، حط الورق من إيدك واكتب لي نفس النسخة نفس الحكي هذا اللي أنت كاتبه وأنا بقبله. فكانت العلاقات ما بين المحكمة وما بين هيئة الدعاء بين الدفاع كانت مخترقة، وإحنا الطرف الضعيف بالمعادلة، إحنا الطرف الضعيف لأنه المدعي العام مقيم بالمحكمة ويلتقي بالشهود وبلقنهم كما يريد، وهيئة المحكمة على علم بذلك، وإحنا كنا نمتنع أو يمنع علينا أن نناقش بما هو حق. لا وأزيدك من شعر بيت، بكل قوانين الدنيا، هذه من إحدى الطرائف بالمناسبة، أن المدعي بالحق المدني اللي هم ما يسمى بالحق الشخصي لا يجوز له لا قانونا ولا عرفا ولا شرعا ولا بأي قانون من قواعد الدنيا أنه يتدخل في المسائل الجنائية ويسأل شاهد النيابة سؤال جزائي بين قوسين جزائي يتعلق بالجرم المسند للمتهم، لأنه هو دوره محصور في التعويض المدني. كان يسمح للمدعين بالحق الشخصي بالتطاول على الرئيس ورفاقه بالكلام، بالتطاول على هيئة الدفاع، وبالخروج عن السياق القانوني المرسوم لجهة الادعاء بالحق الشخصي.